احنا كنا بنتكلم الحقيقة على البطولة دي كأنها واحدة من البطولات المستحدثة في الكرة المصرية، كأس السوبر المصري يعني. لكن الحقيقة أنا النهاردة بس والنهاردة بس اكتشفت إن البطولة دي يمكن فكرتها في مصر بترجع لأكتر من 50 سنة، وتكتشف النهاردة كمية كبيرة، أو هتكتشف النهاردة مع نفسك كمية كبيرة من المعلومات اللي يمكن تكون بتسمعها لأول مرة عن بطولة كأس السوبر، بالإضافة طبعا لمشوارنا والأهلي بيمتلك مشوار مش متميز، متفرد الحقيقة على مستوى الألقاب ومستوى المشاركات في بطولة السوبر المصري. هيشرفنا الناقد أشرف زوف والمحلل الرقمي، هيكلمنا الحقيقة ويستعرض معنا تاريخ البطولة ونكلم على مجموعة من الأرقام والإحصائيات اللي يمكن الحقيقة تكون لطيفة جدا، وإحنا بنتكلم على طبعا مواجهة السوبر المنتظرة اللي هتجمع بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة اللي جاية. بداية طبعا أرحب بيه وأشكره على وجوده معايا في السادسة. مساء الخير يا أستاذ أشرف. أهلا بك أستاذ أحمد وبكل السادة المشاهدين ومشاهدي قناة النادي الأهلي، واسمح لي بس في الاول اتقدم بالتهنئه للنادي الاهلي العريق، طبعا نادينا العريق، ولحضرتك طبعا لفوز النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي متمثلا بقى في النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي بفوزها باحسن قناه او افضل قناه رياضيه في سنه 2022. بشكر حضرتك. ده طبعا شرف لكل من ينتمي للنادي الاهلي وكل اهلاوي في على الكره الارضيه عامه. اول جوائز الموسم، وان شاء الله تكون فال خير على الاهلي. وشي حلو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله. يمكن انا ابتدي معاك بالتاريخ، لانه يعني الناس كلها عارفه ان البطوله دي بطولة مستحدثة، كنا يمكن يعني شفنا المواجهات اللي بتجمع بين بطل الدوري وبطل الكاس تحت مسمى كاس السوبر من سنين مش بعيدة قوي، لكن القصة وما فيها زي ما حضرتك بتقول انه القصة او الفكرة دي نفسها كانت يمكن عمرها في مصر هنا اكتر من 50 سنة واتطبقت، بس مش تحت مسمى كاس السوبر المصري، يعني تقريبا يمكن قربت على 60، يعني يمكن 60 سنة كمان. يمكن من بدايتها من سنة 63، يعني 59 سنة تقريبا. ولكن انا عايز اقول بس الاول، اول من اخترع السوبر الحقيقي فعلا بقى، اول من اخترعه هو الصحفي الهولندي انطوان ويتكامب. هو ده عالميا. ده عالميا. ده كان صحفي هولندي بيشتغل في صحيفه رياضيه هولنديه شهيره، كان يعني هو وزميل ليه كانوا بيدوروا على انتشار الصحيفه عالميا ويكون ليها يعني رياده وليها اسم كبير. فخد فكره كانت عملتها برضو احدى الصحف الانجليزيه الشهيره جدا، انها كانت وراء اقامه بطوله دوري الابطال الانديه الاوروبيه. فعمل دي، بس عمل بشكل جديد بقى، عمل بطوله يعني بطوله تجمع ما بين بطل الدوري ابطال الدوري وابطال الكؤوس الاوروبيه. وبالفعل عمل البطوله دي سنه 73. وكان في الوقت ده كان اياكس امستردام الهولندي هو كان يعني زعيم انديه العالم في الوقت ده، كان هو المهيمن المسيطر على البطولات الاوروبيه في الوقت ده. وتعاملت البطوله واتلعبت يمكن بين اياكس امستردام الهولندي ورينجرز الاسكتلندي، وفاز اياكس، ولكن الاتحاد الاوروبي ويفا في الوقت ده ما اعترفش بالبطوله في اول موسم، خصوصا ان كان رينجرز كان عليه شويه مشاكل كده وشويه ايقافات، وكان ولكن في الموسم اللي بعدها اقرها الاتحاد الاوروبي، وفعلا كانت اول بطوله يمكن رسميه جمعت برضو بين اياكس الهولندي مع اي سي ميلان الايطالي، وكانت بتتلعب من مباراتين وانتهت نتيجة المباراتين 6-1 لأياكس. ولكن بعد كده لظروف معينة أياكس يبدو انه في الفترة دي يعني كان مهيمن جدا. كان ريال مدريد طبعاً الفترة دي طبعا يعني. كنا برضه عارفين الطاحونة الهولندية، وكان منتخب هولندا طبعا وكرويف بقى في الوقت ده كانت العصر الذهبي، يمكن كانت الحقبة الهولندية بالظبط كده. وكأس عالم 78 يعني و74 كان هم في الوقت ده هم المسيطرين على الكرة في التوقيت ده. لكن عندنا هنا في مصر الفكرة الفكرة عندنا بقى في عندنا الفكرة اتعملت مرتين سوبر، وهي مش سوبر يعني هي مش سوبر، ولكن هي بالمسمى الحالي او بالشكل الحالي هي كانت سوبر. تمام. كانت البدايه من موسم 63 64، ويمكن كان صاحب الفكره المرحوم الكابتن محمد لطيف طبعا بقى الرياضي الكبير طبعا المعلق الشهير طبعا. ومعلق وحكم ومدرب واداري وكل حاجه، شيخ المعلقين شيخ كل حاجه هو الكابتن محمد لطيف. عمل برضو دعوه كده المباراه يعني مهرجان رياضي يجمع من بطل الدوري وبطل الكاس، يمكن بالمناسبه المباراه دي اقيمت على ملعب النادي الاهلي في التتش. لو ممكن نرجع الاعلام بتاع او كان نطلع الاعلام بتاعها حتى الاعلام لو شفنا فيه الطرافه اللي فيه حتى لو حابب ان هنلاقي ان هو بيقول لك على الانوار الكاشفه مهرجان كذا، ويعني حتى اسعار المقاعد والبلكون والحاجات اللي ده الاعلام بتاعها ده كان برعايه التلفزيون المصري ووزاره الثقافه والارشاد القومي كانت اسمها كده في الوقت ده سنه 63 64. التلفزيون العربي بقى ده ايام كانت 63 64 19 يوليو 63 كانت المباراه ايام الوحده مع بالظبط سوريا. كان نادي الترسانه هو بطل الدوري، وكان نادي الاتحاد السكندري هو بطل الكاس، واتلعبت وحتى نشوف حتى كانت بيقول لك على سالي التتش سالي الاهلي بالتتش
يمكن الحياه الطريفه جدا يعني دي من الارشيف الخاص كان يعني دي كان نادي الترسانه في التوقيت بطل ده الدوري بطل الدوري ونادي الاتحاد بطل كان الكاس بطل الكاس في اللي فعلا كانت دي اول دي يمكن هي دي كانت الفكره ومع انها ما كانتش سوبر ما كانش حد لسه توصلنا لفكره ان في مباراه سوبر بالمعنى المفهوم او المعنى اللي بس هي سوبر هي سوبر هي سوبر بس ما اسمهاش كاس سوبر اسعار التذاكر انا شايف الممتاز بجنيه ده جنيه ولا اتنين يا جماعه جنيه جنيه ده في حاجات بالقروش وفي البلكون اللي هو يعني ودرجه اولى 50 قرش ودرجه ثانيه 25 قرش يعني ودرجه ثالثه ب 10 قروش كل الحاجات دي من, من, من وحفله بقى وقصه والله طب لطيفه جدا يمكن دي كانت يعني اول مباراه تعتبر مباراه سوبر في التاريخ المصري وفي نسخه ثانيه برده كان فكره السوبر بس ما كانتش سوبر برده يعني لسه بنقول هي سوبر ومش سوبر برده دي كانت في سنه 84 كان النادي الاهلي خد بطوله افريقيا ابطال الكؤوس اول بطوله يحققها الاهلي في ابطال الكؤوس كانت 84 لما فاز على كالونيا ويندي وكان الزمالك فاز بابطال الدوري برده اول نسخه لنادي الزمالك او اول بطوله وكان الكلام ده في شهر ديسمبر 84 6 يناير بقى 85 بعد مثلا انتهاء البطولتين دول بقى اقل من اسبوعين كان مباراه نهايه الدور الاول بين الاهلي والزمالك في استاد القاهره كانت 6 يناير 85 وبرده اتعمل الدوري المصري في الدوري المصري بقى اتعمل تقرير كده جميل خصوصا ان في الوقت ده الاهلي كان بطل افريقيا ابطال الكؤوس والزمالك بطل ابطال الدوري كل فريق نزل الكابتن بتاعه معاه الكاس بتاعه كانت زي مباراه سوبر ونزل الكابتن مصطفى عبده المجري كان هو كابتن النادي الاهلي في صوره الكابتن في اكتر من صوره اعتقد فيها كابتن خطيب واعتقد فيها طبعا مصطفى عبده كابتن النادي الاهلي في الوقت ده طبعا وكان كابتن شوبير وكابتن محمد عامر وكابتن محمد صلاح كان كابتن نادي الزمالك ونزل كل فريق برده دي كانت برده مباراه سوبر برده ولكن هي ما كانتش مباراه سوبر يمكن هم دول المباراتين اللي هم قلنا عليهم مباراه سوبر وهم مش مباراه سوبر دول طبعا دي من ذاكره التاريخ او من لا لكن الفكره بقى بتاعه السوبر اللي احنا نعرفها كاس السوبر المصري بقى لها قد ايه كام نسخه دي احنا حافظين الاهلي طبعا 15 مع اللواء الدهشور حرب يمكن هو كان صاحب الفكره دي نفس الصوره برده نفس المباراه بس يعني كان الكابتن سمير عادل موجود اهو في الصوره اهو ده كابتن سمير عادل اللي ظهر في الاخر ده كده بعد كده ده كابتن عادل مأمور اللي ورا كابتن صلاح عادل مأمور بالظبط كده او كابتن مصطفى عبده محمد صلاح الدين وفي صوره ثانيه ظهر فيها الكابتن احمد شوبير كابتن محمد عامر يمكن دي برضو كنت في يعني برضو مع كابتن شبير لما وريت الصوره دي واتكلمنا في الموضوع ده بيقول لي انت ازاي بتجيب الافكار دي ازاي بتقدر توصل للصور دي وتربطها بقى طبعا يعني الحاجات دي ذاكره وتاريخ الحمد لله يعني الحمد لله الصوره كابتن اللي فيها كابتن شبير وراها بالظبط كده لان كنت عرضتها عليه يعني في لقاء كده بيني وبينه يعني القاهره طبعا لكن اول لقاء سوبر كان 2001 اول لقاء سوبر مصري كان 2001 يمكن كان اول لقاء يمكن كام نسخه النسخه اللي جايه دي 19 19 احنا لعبنا 18 سوبر احنا عندنا السوبر مرتين لم يقام 2011 احنا كلهم على السياسيه 2011 و 2013 اتلغى السوبر يمكن اول بطوله سوبر اقيمت يوم 14 سبتمبر 2001 كانت المفروض بين نادي الزمالك و مين صاحب فكره سوبر هنا في مصر؟ سمير زاهر رحمه الله كابتن سمير زاهر الله سمير زاهر يعني كانت البدايه يمكن حتى في المحاولات وكده كانت اللي هو حرب الدهشوري كانت يمكن هو بدايه الفكره مع كابتن احمد شوبير كانوا برضو ولكن ما خدت حيز التنفيذ بشكل رسمي مع كابتن سمير زاهر 2001 يمكن قلنا اول بطوله سوبر كانت 14 سبتمبر 2001 جمعت بين الزمالك والمحله وكانت المفروض بين الاهلي والزمالك ولكن الاهلي اعتذر عن البطوله كان الاهلي بطل كاس مصر في الوقت ده مع لو نفتكر مع هاند ديسكي كان الاهلي كسب المحله في نهائي الكاس وكان الزمالك بطل الدوري ولكن الاهلي اعتذر لان الاهلي كان راجع من كوت ديفوار من احد الماتشات او المباريات الافريقيه وكان توقيت المباراه السوبر يعني كان هيبقى بعد عوده الاهلي بحوالي اقل من 48 ساعه فالاهلي حاول ان هو ياجل المباراه يعني يومين ثلاثه او حاجه حصلت مشكله فالاهلي اعتذر وشارك غزل المحله الوصيف يمكن هنشوف احنا بعد كده حتى اكتر من مره في انديه بتشارك بدل انديه اخرى يعني يمكن دي بقى مشاركات الانديه المصريه عندنا 9 انديه مصريه شاركوا في السوبر طبعا ياتي النادي الاهلي طبعا كالعاده في الرياده وفي الصداره ب 15 مشاركه يليه الزمالك ب 10 حرس الحدود 2 المقاولين 2 ومشاركه وانبي 3 مشاركات المقاولين مشاركه المقاولين 2 طليق الجيش مشاركه الاسماعيلي والمحله والمصري مشاركه وحيده احنا لعبنا احنا كاهلي لعبنا الزمالك ولعبنا امبي ولعبنا المصري احنا لعبنا كل الفرق ما عدا المقاولين
ميعاد المقاولين. ميعاد المقاولين، المقاولين لعب المقاولين حالة استثنائية في السوبر المصري. بالظبط كده، لأن المقاولين الفريق الوحيد اللي شارك وفاز بالسوبر وهو ضمن أندية الدرجة الثانية أو الممتاز به. ازاي فكرنا ده كان مع كابتن حسن شحاتة؟ حسن شحاتة بالظبط، إن كابتن حسن شحاتة لما نتكلم برضه في السياق برضه على المدربين هنقول إن كابتن حسن شحاتة هو برضه المدرب الوحيد اللي فوز بالسوبر وهو مدرب أحد أندية الدرجة الثانية أو الممتاز به. المقاولين كان كسب الكأس مصر في موسم 2004 في المباراة الشهيرة لما كسب الأهلي لما كان أمير عبد الحميد اتكسر وخرج والأهلي كان استنفذ تغييراته الثلاثة واضطر إن الأهلي لاعب شادي محمد حارس مرمى وكسب المقاولين في بهدف طبعا في ب 2-1 بالهدف الشهير في ولعب السوبر المصري. ولعب السوبر هو كان في أندية الدرجة الثانية كان صعد لسه صعد للممتاز ولكن كان في الوقت ده كان لسه ضمن أندية الدرجة الثانية. يمكن هي دي برضو الحاجات اللي خد كأس مصر وخد من بعديه سوبر وهو بيلعب في دوري الدرجه الثانيه. اكبر نتيجه في السوبر بالمناسبه كمان برضو يمكن الكلام بيجيب بعضه بدري بدري. يمكن المقاولين لما خد السوبر من نادي الزمالك حقق اكبر نتيجه حصلت في السوبر لما فاز على الزمالك ب4-2. يمكن دي اكبر نتيجه، دي اعلى نتيجه اتحققت في السوبر بالظبط. يمكن بعد كده النتيجه اللي بعد كده الكلام برضو بدري بدري يمكن اكبر نتيجه بعد كده كانت الاهلي برضو على الزمالك واتكررت مرتين فوز الاهلي على الزمالك 3-2. ايوه يمكن برضو دي اكبر يعني انت كده ايه حرقنا الشغل بدري بدري. لا احنا بنتكلم والكلام هيجيب بعض. يمكن اكبر نتائج بقى السوبر احنا قلنا فوز المقاولين على الزمالك 4-2 فوز الاهلي على الزمالك مرتين 3-2. تمام. يمكن هم دول اكبر كم نتائج. كم مواجهه اهلي وزمالك؟ سبع مواجهات، انتهت خمسه لصالح النادي الاهلي واربعه واثنين لصالح نادي الزمالك. تمام. المرتين بتوع نادي الزمالك انتهوا بضربات الترجيح على فكره. يعني الزمالك لما يفوز بالسوبر على النادي الاهلي وبالمناسبه برضو يعني نسبة برضو الكلام بيجيب بعض من الدردشه مع حضرتك، نادي الزمالك حقق 4 ألقاب في السوبر لم يفز ولا مره من 4 مرات في الوقت الاصلي. يعني الزمالك فاز 4 مرات منهم مرتين بضربات الترجيح. يمكن دي اكبر النتائج اللي لسه اهو. 2002 المقاولين على الزمالك دي النسخه الوحيده اللي فاز بيها المقاولين تاني. المقاولين لان المباراه الثانيه المقاولين ما لعبش سوبر تاني، لعب مع الزمالك تاني. ولكن خسر المقاولين. بالظبط. والاهلي على الزمالك 3-2 مرتين، مره في 2015 ومره 2018. مره 2015 دي اللي برضه في استاد الزعيم بن زايد اللي هو فريق الخير. لا هنيجي للملاعب دلوقتي. انا بتهيألي برضه في ملاعب كتير جدا استضافت ال، وانا مقسم حتى ملاعب فوز الاهلي لوحديهم والملاعب اللي كلها. هنيجي للملاعب. عدد فوز مرات الاهلي بالبطوله من اصل 15 11 مره شارك فيها او وصل فيها المباراه السوبر فاز بيها 11 مره. بص انا عاملهم برضه حضرتك بالنسب، يعني الاهلي شارك 15 فاز 11. لو تجيبوا لنا سلايد الاهلي كده نشوف برضه الارقام معانا الشاشه واستاذ 61% بس انا جايب كل الانديه في الوقت دلوقتي. كل الانديه اللي فازت بالسوبر عندنا خمس انديه فازت بالسوبر بال 18 لقب، الاهلي تدعمهم ب 11 لقب بنسبه 61% قدام حضرتك. نادي الزمالك فاز 4 مرات 22%. المقاولين العرب انت قلت لي حضرتك استاذ اشرف معلش عدد النسخ اللي اتلعبت 18. اللي جايه دي 19. تمام. الاهلي من 18 دول فاز ب 11 بنسبه 61% لوحده. 61% منفرد. الاربع فرق اللي بعد الاهلي بيحققوا بقى ال 39% التانيين. منهم الزمالك 4 ألقاب ب 22%. المقاولين العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش كل فريق محقق بطوله ب 6% من اجمالي ال 100% او نسبه الفوز لل 18 لقب للسوبر. طلائع الجيش دي بتهيألي النسخه اللي خدها على حساب الاهلي. واحده من الاربعه اللي احنا، وبالمناسبه طلائع الجيش احنا ضيعنا قدام مين يا استاذ اشرف؟ احنا اثنين الزمالك وواحده الجيش وواحده حرس الحدود. واحده حرس الحدود. لان برضه بالمناسبه لان الاهلي تبادل مع حرس الحدود الفوز 2009 2010. يعني طارق العاشي وحسام البدري حتى كمدربين تبادلوا الفوز والهزيمه قدام بعض. والاهلي وحرس الحدود برضو تبادلوا، يمكن الاهلي برضو مرتين مع حرس الحدود 2009 2010. حرس الحدود فاز مباراه والاهلي فاز مباراه. يعني دي برضو بالنسبه لسياق الكلام برضو عندنا. في لعيبه فازت بالبطوله مع اكتر من نادي؟ لا في لعيبه شاركت طبعا في لعيبه كتير اللي هو العميل المزدوج بقى لعب في اكتر منهم، من ضمنهم طبعا بقى نجم قناه الاهلي الكابتن اسلام الشاطر اللي لعب طبعا في اكتر من نادي، لعب مع الاسماعيلي ولعب مع النادي الاهلي طبعا. في ناس لعيبه كتير قوي ولكن هنا يبقى بقى مؤمن زكريا يمكن اسطوره، بس احنا كنا في ترتيب في السيكونس مش عارف هتبقى موجوده. نروح للسلايد. كله معانا انت. كله معانا وكله هيتلعب. الكابتن مؤمن زكريا يعني بندعي له بالشفاء التام يعني ان شاء الله والشفاء العاجل. مؤمن زكريا ان شاء الله ان شاء الله موجود في السوبر اللي جاي، سوبر رقم اللي بيحمل نسخه رقم 19 هيكون موجود ان شاء الله وهيتابع المباراه من الملعب ان شاء الله. ده مؤمن زكريا اللاعب الوحيد في الكره المصريه اللي لعب لثلاث انديه مختلفه في السوبر. لعب لانبي ولعب للزمالك ولعب للاهلي. كان في لعيب قريب ان هو يحطم رقم مؤمن زكريا ولكن قبلها باسبوع انتقل لنادي اخر، هو كان احمد عيد
عبد الملك اللي كان شارك في 2009 2010 مع حرس الحدود، ثم شارك بعد كده مع نادي الزمالك، وبعدين انتقل من الزمالك للنادي المصري، وكان هيلعب مع السوبر اللي هو المصري قبل في نادي الاهلي، كان 12 يناير 2018. ولكن قبل المباراه يمكن باسبوع في الانتقالات الشتويه في يناير انتقل لوادي دجله، واتحرم ان هو يعادل الرقم مؤمن زكريا. تمام. لكن في طبعا في اكتر من لعيب كتير، طبعا محمد صديق، طارق السعيد، سيد معوض، اكتر من لعيب كتير يعني، اينو واحمد حسن، لعيبه كتير قوي لعبت اكتر من نادي في السوبر. اكتر مدرب فاز بالبطوله دي؟ هو اكتر مدرب بشكل عام واكتر مدرب اجنبي هو مانويل جوزيه، طبعا صاحب الرصيد الاكبر باربع القاب، يمكن هو الوحيد اللي فايز باربع القاب، يمكن برضو دي من ضمن القاب الاهلي، خباز 2005 2006 2007 2008 ويمكن بشكل متتالي كمان مانويل جوزيه. يلي طبعا بقى المصري حسام البدري.